انا حابب قبل ما ابدا اتكلم عن المنحه بتاعت النهارده واتكلم عن مضمون الفيديو بتاع النهارده، حابب ان انا استاذن حضرتك في كلمتين حابب ان انا اقولهم في البدايه، ولكن لو انت عايز تتفرج على الفيديو مباشره ممكن تقدم الفيديو ده دقيقه او دقيقتين وتسيبك من الكلام اللي انا هقوله في البدايه. ولكن بالنسبه للناس اللي حابه تسمع الحاجه اللي انا عايز اقولها في البدايه، فالحاجه دي هي ان احنا لما بننزل منح على قناه دكتور المنح احنا حرفيا بنكون تعبانين في اننا ننقل لك صورة مبسطة للمنحة اللي حضرتك بتتفرج عليها، وكمان احنا بنجيب لك المنحة من المصدر الرسمي. هي المنحة طبعا اللي بتكون نازلة مش بتكون ملك حد، بتكون ليها مصدر رسمي، وطبعا كل واحد ليه طريقته في توصيل المعلومة للناس، وطبعا كل واحد ليه طريقته في الكتابة إذا كان بقى على موقع خاص بيه أو عنده جروب تليجرام، جروب واتساب، صفحة فيسبوك، أيا كان كل واحد ليه أسلوبه وطريقته. فطبعا المنحة موجودة ومحدش يقدر يقول إن في منحة معينة تخص شخص معين، ولكن اللي يخص شخص معين طريقة كتابته وطريقة عرضه للمحتوى. لما حضرتك تكون تعبان في حاجة وحد يجي ياخد الحاجة زي ما هي وينسبها لنفسه، دي اسمها ايه غير ان هو يعني ابسط وصف هي كلمة سرقة. وده اللي حصل مع اخ يعني من دولة الناس كلها فيها احنا من تعاملنا معاهم ناس محترمة وقمة في الاخلاق وناس نزيهة فعلا. يعني انا اعرف ناس كتير من دولة اليمن، الناس دي قمة في الاحترام وقمة في الاخلاق، بغض النظر عن قناة يوتيوب، بغض النظر عن شغل، بغض النظر عن حاجة، بعيدا عن الواتساب والتليجرام والتواصل والكومنتات والكلام ده كله، انا اعرف ناس هنا معايا من اليمن، الناس دي قمة في الاخلاق وقمة في التواضع وقمة في الادب والاحترام. ولكن بيجي شخص عنده جروبين ثلاثة، الشخص ده بيصير عن طريق ناس بتقوله اعمل جروبات وهات لنا ناس نقدم لهم على منح وهندي لك نسبة، بيسرق المحتوى بتاعنا ويحطه على جروبه وينسبه لنفسه، وفي الاخر يقول لك ده في ناس بتسرقكم وانا باخد الكلام منهم وبحطه عندي ومش عارف ايه، ويدخل ويروح ويجي في المواضيع كتير وكلام مش راكب على بعضه، كلام حرفيا مش راكب على بعضه. وحذرناه اكتر من مرة واستسمحناه وقلنا لو سمحت لو سمحت خلي شغلك لنفسك، ما تاخدش حاجة غيرك وتنسبها لنفسك، في الاخر عايز يعمل نفسه شهيد الوطن. فانا حبيت ان انا اقول لكم ان في منح كتير الفترة دي حرفيا بننزلها على القناة، بنكون احنا اول ناس بتتكلم عنها، وكمان المنحة اللي انا هكلمك عنها في الفيديو بتاع النهاردة محدش اتكلم عنها، واللي يثبت لك صحة كلامي ولو في ناس عارفة انا بتكلم عن مين. انا مش بحب ان انا اذكر سيره حد يعني وان انا اطلع وحش، يمكن هو عمل كده غصب عنه الله اعلم بالاسباب، بس يعني مفيش حاجه غصب عنه لان الموضوع ده اتكرر اكتر من مره، اتكلمته بنفسي وبرضه مفيش فايده. يعني هو اخد منحه نشرها في جروب خاص بطلاب من اليمن، المنحه دي اصلا للطلبه المصريين اللي هي المنحه اللي انا اتكلمت عنها في اخر فيديو الخاصه بالطلاب المصريين فقط اللي في ثانويه عامه. كل اللي انا طالبه من حضراتكم ان حضراتكم لما تشوفوا منحه تخص قناة دكتور المنح ومكتوبة بنفس طريقة قناة دكتور المنح واحنا اللي شارحينها وشخص نسبها لنفسه بس، وعوه فهموه ان اللي بيعمله ده غلط. برضو لو انتوا حابين تساعدونا ممكن تشيرولنا الفيديوهات، تساعدونا ان انتوا تعرفوا الناس ان الحاجة اللي احنا تعبانين فيها دي بتاعتنا، لان بجد التعب والمجهود اللي الواحد بيعمله وان شخص يجي ياخده بكل سهولة كوبي وبيست وينسبه لنفسه حاجة فعلا صعبة ومستفزة، ولما تكلم الشخص بيقول لك ان انت اللي غلطان، يعني اللي هو انت صاحب الحق لا وانت غلطان وانت اللي بيتغلط فيك وكل حاجه. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن منحه نايت هينسي المموله بالكامل للدراسه في الولايات المتحده الامريكيه، ودي واحده من افضل المنح الدراسيه المموله بالكامل اللي بتمكنك من الدراسه في واحده من افضل الجامعات على مستوى العالم وهي جامعه ستانفورد. المنحه دي اول قناه تتكلم عنها وتعلن عنها السنه دي هي قناه دكتور المنح، وفي الفيديو ده هعرفك كل التفاصيل، المميزات بتاعه المنحه، المستندات المطلوبه، وكمان هسيب لك شرح طريقه التقديم على المنحه. وليه هسيب لك شرح طريقه التقديم على المنحه؟ لان المنحه دي لسه هيتم الاعلان عنها قريبا، يعني انا بعمل لك الفيديو ده يا صديقي الانسان علشان خاطر اوعيك بالمنحه واعرفها كل حاجه تخص المنحه، كمان بسيب لك شرح طريقه التقديم عشان خاطر تكون مستعد للتقديم على المنحه. ف
فمجرد ما تفتح المنحة تكون انت شخص جاهز للتقديم على المنحة دي. فبكرر لك تاني، المنحة دي بتشرح بشكل حصري على قناة دكتور المنح، اول قناة تتكلم عنها، واي قناة جروب فيسبوك تليجرام واتساب هتلاقيه بيتكلم عن المنحة دي، اعرف ان هو شاف قناة دكتور المنح حملها اول حد. لو الفيديو عجبك لايك، ولو لسه مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وفعل زر الجرس على اول عشان يوصلك اشعارات بكل فيديوهات اللي احنا بنقدمها، ويا ريت تشير الفيديو ده مع غيرك عشان خاطر غيرك يستفيد وتنسب العمل لصاحب العمل. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعك. منحة نايت هينيسي الممولة بالكامل، عايزك تركز معايا علشان خاطر في ناس كتير بتتلخبط في التقديم على المنحة دي. المنحة دي طبعا الدولة المستضيفة هي الولايات المتحدة الأمريكية. اسم المنحة هي منحة نايت هينيسي، ومكان الدراسة في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدر حضرتك تحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الإم بي إيه على حسب أنت هتقدم على إيه. طيب خلي بالك إن المنحة دي مقدمة لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم من مختلف الجنسيات، بيقدروا يقدموا على المنحة دي، مش طالب منك سن محدد. وبالنسبة لشهادة إجادة اللغة الإنجليزية بيعتمد على البرنامج اللي انت بتقدم عليه، هل هو طالب شهادة لغة ولا لا. طيب لو طالب شهادة لغة، طالب اثبات من الجامعة ان انت درست سابقا باللغة الانجليزية، يعني لو مثلا بتقدم على ماجستير البكالوريوس بتاعك كان باللغة الانجليزية، ولا حضرتك هيكون مطلوب منك شهادة توفل بدرجة معينة، ولا هيكون مطلوب منك شهادة ايلتس بدرجة معينة، ولا هيكون مطلوب منك ان انت تعمل امتحان ديولينجو. فده بيتوقف على ايه يا ماريو؟ ده بيتوقف على البرنامج الدراسي اللي حضرتك هتقدم عليه. طيب خلي بالك من الكام حتة اللي جايين دول عشان خاطر دول مهمين. موعد بدء التقديم على الجامعة، يعني انت هتقدم على الجامعة عشان تدرس برنامج معين داخل الجامعة، تقدر تقدم على اي برنامج موجود في الجامعة مفتوح دلوقتي، تقدر تقدم عليه من دلوقتي مفيش اي مشكلة. طيب هل التقديم على برنامج في الجامعة مهم ولازم ان انا اعمله من دلوقتي؟ طبعا يا صديقي الانسان لازم انت تعمل كده، امال انا اعمل لك ليه الفيديو من دلوقتي؟ انت لازم ان انت تقدم على برنامج من دلوقتي وتحاول ان انت تحصل على القبول، لان ده الاساس اللي انت هتبني عليه المنحة لما تفتح. طيب موعد بدء التقديم على المنحة هيكون 1 يوليو 2023، يعني احنا النهاردة الفيديو ده هينزل لحضرتك بتاريخ 10 مايو. انت عندك فرصة ان انت من دلوقتي لغاية 1 يوليو تقدم على برنامج في الجامعة عشان تحصل على قبول جامعي لدراسة البرنامج ده في جامعة ستانفورد، واللي على اساسه بداية من 1 يوليو هتبدأ انك انت تقدم القبول بتاعك ده علشان خاطر حضرتك تقدم على منحة، تاخد منحة بتاعة نايت هينيسي عشان تدرس البرنامج اللي انت حصلت فيه على قبول من جامعة ستانفورد، تدرسه بالتمويل بتاع منحة نايت هينيسي. اخر ميعاد للتقديم على المنحة هيكون 11 اكتوبر 2023. طبعا هنا ده الفيديو اللي فيه شرح طريقة التقديم، وبرضه هتلاقيني سايب لك شرح طريقة التقديم مرفقة في الفيديو ده. بالنسبة للبرامج المتاحة، طب، هندسة، ادارة اعمال، التربية والتعليم، علوم الارض، علوم الطبيعية، كل البرامج اللي موجودة هنا قدام حضرتك دي انت حضرتك تقدر انك انت تقدم على واحد منهم. طيب بالنسبة لي الناس اللي بتسألني في الكومنتات، لو انا كنت دارس ادبي ينفع ان انا اقدم على برنامج علمي؟ طب لو انا كنت مثلا بدرس هندسة ينفع ان انا اقدم على حاجة تخص مثلا الطب والكلام ده؟ حضرتك هتمشي في نفس المسار اللي انت ماشي فيه من البداية. يعني مثلا انت كنت بتدرس هندسة سابقا، مثلا هندسة ميكاترونكس، ممكن مفيش مشكلة لو انت مثلا تقدم على هندسة كهرباء، اي حاجة تبع الهندسة ولكن مع اختلاف التخصصات الداخلية، ده ممكن ان هو ينفع معاك. تمام، ده ممكن ان هو ينفع معاك. بس اللي مش ممكن ان انت تكون بتدرس قانون وعايز تقدم على طب. يعني انت درست قانون في البكالوريوس وتيجي تقدم على طب في الماجستير، الموضوع مش راكب. مثلا كنت بتدرس بيزنس في البكالوريوس وعايز تيجي دلوقتي في الماجستير تقدم على حسابات ومعلومات، ده ما ينفعش. في حاجات ينفع وفي حاجات ما تنفعش. فانا بوضح لك واديني بذكر لك في الفيديو كردا على سؤال ممكن يسالني في الكومنتات، لان هو سالني كتير قبل كده، ما ينفعش. امشي في نفس الحاجه اللي انت فيها، يعني على الاقل لو انت عايز تغير حاجه غيرها في المجال الكبير نفسه. يعني الهندسه فيها تخصصات مختلفه، غير من دي لدي، هتبقى مقبوله، تنفع، ماشي، هتمشي ممكن، لكن ما تغيرش حاجات مختلفه عن بعض اطلاقا. مميزات المنحه هي بتغطي لك تذاكر السفر ذهابا وايابا، بتوفر لك جميع تكاليف الدراسه، بتحصل على راتب شهري، سكن مجاني. المنحه بتغطي لك جميع الادوات اللي هتحتاجها في الدراسه بتاعتك، ولو في اي مؤتمرات هتشارك فيها طبعا المنحه بتغطيها لحضرتك. اما بالنسبه للمساندات المطلوبه، واحد، هتملى الابلكيشن الخاص بيه
البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه وتدرسه في جامعة ستانفورد. رقم اتنين، هتملى الابليكيشن الخاص بمنحة جامعة ستانفورد ولا هيفتح بتاريخ 1 يوليو 2023 يا صديقي الانسان زي ما انا قلت لك. صورة شخصية، صورة من شهادة تخرج بين درجات اخر مواد الدراسة انت حصلت عليه، وطبعا لو انت بتقدم على ماجستير واخر سنة في البكالوريوس بينفع ان انت تقدم بمين درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في البكالوريوس، وهكذا مع الدكتوراه. لو انت بتقدم على الدكتوراه انت في اخر سنة في الماجستير، بتقدم شهادة تخرج بين درجات البكالوريوس وبين درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الماجستير. طبعا المقالات هتكون مطلوبة منك، خطابات التوصية، كل ده حضرتك بتقدر ان انت تملاه وترفقه، واذا كان على سيرة ذاتية او مقالات مثلا خطاب تحفيزي او توصية، كل ده شرحته لك قبل كده على القناة. اكتب على يوتيوب سيرة ذاتية وجنبها دكتور المنح، اي حاجة تخص المنح والمستندات كلها وجنبها دكتور المنح هتلاقيني شرح لك فيديوهات، او ممكن تنزل في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقيني سايب لك لينكات لفيديوهات شرحت فيها السيرة الذاتية والتحفيز والتوصية. وبعد كده كيفية التقديم على المنحة ذكرت لك اكتر من مرة. اول حاجة حضرتك ما تنساش ان انت تقدم على طلب قبول في جامعة ستانفورد بالبرنامج اللي انت عايز تقدم عليه، وتاني حاجة تقدم على المنحة عشان خاطر تاخد التمويل بتاع منحة مايت هينيسي عشان خاطر حضرتك تدرس في الجامعة. وزي ما قلت لك المنحة هتفتح بتاريخ 1 يوليو 2023، لكن التقديم على القبول الجامعي متاح الآن. هتدخل وتشوف البرنامج اللي عايز تقدم عليه مفتوح دلوقتي عشان تقدم عليه ولا لأ، لو هو مفتوح تقدر تقدم، لو هو مش مفتوح تقدر انك تستناه. في نقطة تانية، في ناس تسألني في الكومنتات وتقول لي يا ماريو طب ده في برامج هتفتح بعد موعد انتهاء التقديم على المنحة، في الحالة دي انا اعمل ايه؟ في الحالة دي هتستنى 1 يوليو، هتقدم على المنحة، وبعد ما تقدم على المنحة كل حاجة تظبطها، أول ما يفتح البرنامج اللي موجود في الجامعة هتقدم على البرنامج. طبعا هنا ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة بتاعتنا، واللي هتلاقي فيه كل التفاصيل الخاصة بالمنحة من ناحية نايت هينيسي سكولرز ولا ستانفورد ديجري بروجرام. طبعا هنا هو بيدي لك التواريخ والتفاصيل الخاصة بكل حاجة من ناحية المنحة لأن ده أبلكيشن لوحده، ومن ناحية جامعة ستانفورد لأن ده أبلكيشن لوحده. هنا ده لو حضرتك حابب تقدم من خلالنا بتفضل تملى أبلكيشن خاص بينا ويتم التواصل معاك من قبل فريقنا بناء على الأبلكيشن حضرتك مليته، وأستأذنك تقرا الشروط كويس لو حضرتك ناوي تقدم من خلالنا. ورقم بيتواصل معاك هو +7 9 8 3 1 2 4 6 0 3 4، الرقم ده بيتواصل معاك بناء على الابلكيشن حضرتك بتملاه. ولكن حابب ان انا اقول لك لو حضرتك حابب تقدم بنفسك كل حاجه بتلاقينا شرحناها لك على القناه بتاعتنا في الفيديوهات بتاعتنا، تقدر انت تتابع الشرح. دلوقتي اسيبك مع شرح طريقه التقديم اللي شرحناها سابقا عشان برضو تكون مستعد للمنحه كويس، تقدر انت تتابع الطريقه لو انت حابب تستعد للمنحه بشكل قوي. ما تنساش اللايك ويلا نشوف الشرح مع بعض. افتح معاك الصفحه دي، خلي بالك هنا ان هو هنا بيقول لك ان في 2 ابلكيشنز، وده اللي احنا قلناه ابلكيشن المنحه وابلكيشن الجامعه. تمام، ده الجزء الخاص بابلكيشن الجامعه ستانفورد ديجري بروجرام، وهنا ده الجزء الخاص بالمنحه نايت هينيسي سكولرز. تمام، المنحه بدات 1 يوليو وهتنتهي 12 اكتوبر. تمام، كل التفاصيل موجوده هنا قدامك، الريكويرمنتس المتطلبات اللي هتكون مطلوبه هنا قدامك، كل حاجه بتلاقيها مكتوبه بالنص باللغه الانجليزيه على الموقع الرسمي. لو حضرتك جاي تنتقدني، لو مش بتعرف انجليزي ممكن تاخدهم كده كوبي وتروح على جوجل ترانسليشن تعملهم بيست باللغه العربيه عشان تشوف حضرتك الكلام اللي بيقوله ماريو هو كلام صح ولا كلام كذب. تمام، طيب هنا كل حاجة موجودة هنا قدامك، حتى بالنسبة للتست سكور بوليسي هو هنا بيقول لك ان دي بتختلف من برنامج للتاني، الكلام موجود هنا قدامك، انا ما جابلكش حاجة من عندي اطلاقا. تمام، بالنسبة للناس اللي بتسأل هل في رسوم ابلكيشن ولا لا، بالنسبة للتقديم على المنحة ابلكيشن المنحة مش طالب منك اي رسوم ابلكيشن، نو ابلكيشن في. تمام، بعد كده هنا بالنسبة للناس اللي بتقدم على الجامعه نفسها هو ممكن يطلب منك رسوم ابلكيشن. تمام، ولكن ابلكيشن المنحه نفسه مش طالب منك اي رسوم اطلاقا. دي كل حاجه بتخص المنحه من ناحيه التفاصيل اذا كان التقديم على المنحه او التقديم على الجامعه. تمام، طيب احنا نيجي مع بعض دلوقتي هنضغط على ابلاي ناو. تمام، بعد كده بتفتح معاك الصفحه دي. هنا حضرتك لو اول مره بتسجل بتضغط على كرييت ان اكونت وبتفتح معاك الصفحه دي، بتبدا تكتب الايميل بتاعك، هنا بتكتب اسمك، اسم العائله، تاريخ ميلادك، بتضغط على كونتينيو. بعد كده بيجي لك رساله على الايميل بتاعك فيها البي اي ان كود الخاص بيك، بتكتبه، بتكتب تاريخ ميلادك مره ثانيه. بعد كده بيحولك على صفحه بيقول لك اكتب كلمه السر الخاصه بيك انت بقى، فانت بتكتبها وبعد كده بيدخلك على الابلكيشن بتاعك. تمام، انا اوريدي عامل حساب فانا هنا هضغط على لوجن. انا طبعا انا مسجل فدي الايميل بتاعي كلمه السر وبضغط على لوجن. بعد كده
كده بتفتح معاك الصفحه دي، بتضغط على ستارت نيو ابلكيشن. تمام، طبعا هنا بيقول لك لو انت هتقدم على المنحه دي فانت لازم تكون حصلت على درجه البكالوريوس. تمام، وتكون حصلت على درجه البكالوريوس دي بدايه من 2016 او بعد 2016، يعني خلصت 2017 2018، لكن لو شهادتك ب 2015 للاسف مش هتقدر تقدم. تمام، هنا بتكتب له زي ما انا كاتب اسم الجامعه اللي حضرتك اتخرجت منها، تاريخ التخرج بتاعك كان في شهر كام وكان في سنه كام. تمام، بعد كده هنا بيقول لك هل حضرتك اديت الخدمه العسكريه في الدوله بتاعتك، لو اديت الخدمه العسكريه بتختار يس، لو بتختار نوع على حسب انت اديت او ما اديتش. بعد كده بتضغط على سبميت. تمام، بعد كده هنا بتبدا بتحمل معاك الصفحه اللي بعد كده. هنا طبعا انت بتقدم على نايت هينس سكولرز 2023، المنحه كنت شارحها بتاريخ 2022، ده الابلكيشن القديم بتاعي، عشان لو انت بصيت هنا احنا مالناش دعوه بالجزء ده، احنا بنشرح في نايت هينس 2023. تمام، وتاريخ الفيديو بتاع النهارده بالتاريخ عندنا يعني 4 يوليو، اهو مكتوب هنا قدامك، هيكون مكتوب تاريخ التقديم بتاعك في الابلكيشن على حسب انت فتحت التقديم امتى. تمام، طيب هنضغط هنا على 2023 نايت هينس سكولرز، بعد كده هنا بنقول له اوبن ابلكيشن. تمام، طيب هنيجي مع بعض هنا، هنا بيدي لك بعض التعليمات اللي حضرتك مطلوب منك ان انت تقراها، وبتقدر تقراها مفيش اي مشكله، اقراها على مهلك. تمام، هنضغط على كونتينيو، بندخل بعد كده على اول صفحه الخاصه بالبيرسونال باك جراوند. هنا بتبدا تدخله معلومات شخصيه، اسمك اسم العائله، بعد كده العنوان بتاعك، البريد الالكتروني، خلي بالك ان اي حاجه بالنجمه دي انت لازم تملاها بشكل اجباري، تكتب له هنا رقم التليفون بتاعك، بتختار الجندر بتاعك اذا كان ذكر ام انثى، بعد كده تاريخ ميلادك، الدوله بتاعتك، المدينه بتاعتك، الجنسيه بتاعتك، كل الحاجات دي انت بتبدا تملاها معلومات شخصيه عنك. بعد كده كونتينيو، بيدخلك على الجزء اللي بعد كده وهو السبلمنتال باك جراوند. تمام، طيب في الجزء ده حضرتك انت بتعمل ايه؟ بتبدا تدخل معلومات عن والدك ووالدتك، يعني هنا مثلا بتضغط على اد بيرنت وبتبدا تدخل معلومات عن اسرتك. تمام، بعد كده هنا بتيجي في الجزء الخاص بالاندر جرادويت فاندنج سورس. تمام، هو انا بيسالك وبيقول لك انت في خلال دراستك في البكالوريوس انت المصاريف بتاعتك كانت بتيجي لك من فين؟ هل انت كنت موظف؟ طب كانت كام في الميه بتجي لك من التوظيف بتاعك؟ طب الاسره بتاعتك كانت بتدي لك كام؟ طب انت كنت واخد كارد؟ طب انت كنت واخد منحه دراسيه؟ فانت على حسب انت كنت بتاخد كام في الميه من الجهه دي، يعني لو كنت موظف او من اسرتك او كارد او منحه دراسيه، انت بتقول له كنت بتاخد كام في الميه من كل جهه من دول، وهو هنا مدي لك برده مثال. بعد كده هنا بيسألك على اللغات اللي انت بتتحدثها، فانت هنا بتقول له هي اللغات اللي انت بتتحدثها، بعد كده بتضغط على كونتينيو. تمام، بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بالديجري بروجرام. تمام، في الجزء ده حضرتك بتيجي هنا معايا تضغط على اد ديجري بروجرام، هنا حضرتك بتختار البرنامج اللي انت عايز تدرس فيه، يعني مثلا هنا ادي المجال الاساسي وهنا تحديد تخصصات البي اتش دي اللي هي الدكتوراه والام اس اللي هو الماجستير. تمام، بتشوف انت عايز تقدم على اي برنامج من دول وبتبدا تضغط عليه. تمام، ايا كان بتبدا تضغط. بالنسبه للجزء الخاص بالاستاتس هو هنا يقصد ايه؟ بيقول لك هل انت ابلاينج، يعني انت قدمت على الجامعه، هل انت ادميتد، يعني انت خلاص قبلوك في الجامعه، هل انت انرولد، يعني انت خلاص اتسجلت في الجامعه بالفعل وانت المفروض هتروح تدرس، فانت على حسب الحاله بتاعتك. والله لو انت لسه ما قدمتش على الابلكيشن الخاص بالجامعه فانت ممكن تختار ابلاينج، لو انت قدمت في البروسيس بتاعتك فانت ممكن تختار ادميتد. تمام، لكن لو انت اصلا في الجامعه او في الولايات المتحده الامريكيه وخلاص ضمن نفسك ان انت مسافر على الجامعه دي فانت بتختار اختيار انرول. تمام، دي بتختلف من شخص للتاني. بعد كده بتضغط على سيف. تمام، بعد كده بنيجي مع بعض هنا بنضغط على كونتينيو، بنيجي في الجزء الخاص بالاكاديميكس. تمام، في الجزء ده حضرتك بتبدا تدخله معلومات عن التعليم السابق بتاعك، تضغط على اد انستتيوشن وبتبدا تدخله معلومات عن الجامعه بتاعتك، مثلا انت بتقدم هنا على ماجستير بتبدا تدخله معلومات عن الدراسه الجامعيه بتاعتك اللي هو البكالوريوس، اسم الجامعه، بدات الدراسه فيها امتى، طب انتهيت من الدراسه دي امتى، طب التقدير اللي حصلت عليه، وهكذا. ده بتقدم على ماجستير. طب لو بتقدم على دكتوراه يبقى بنفس الكيفيه، دخل له نفس المعلومات الخاصه بالبكالوريوس وبرده المعلومات الخاصه بالماجستير. تمام، بعد كده هنا بتدخل له معلومات عن المدرسه الثانويه بتاعتك وبتضغط على كونتينيو. بنيجي بعد كده في الجزء الخاص بالامبلويمنت، في الجزء ده لو انت كنت بتشتغل قبل كده فانت بتضغط على اد امبلوير وبتبدا تدخل له معلومات عن المكان اللي انت كنت بتعمل فيه، يعني مثلا اسم المنظمه كنت بتعمل فيها، الدولة، المحافظة، المدينة، كل المعلومات، البوزيشن، انت كنت بتشتغل، الدور بتاعك كان ايه، السيكتور بتاعك كنت في اي قسم، كل دي حاجات ومعلومات انت بتبدأ تكتبها عن الشغل بتاعك، هي المسؤوليات بتاعتك، هي الانشطة اللي بتقوم بها المنظمة، كل دي حاجات انت بتكتبها. تمام، بعد كده بتضغط على سيف.
بعد كده بنيجي في الجزء الخاص بيه الاكتيفيتيز، الانشطه. لو حضرتك قمت باي انشطه، حضرتك مهتم بحاجات معينه، فانت بتضغط على اد اكتيفيتي وبتبدا تدخل معلومات عن الانشطه والاهتمامات بتاعتك. بعد كده كونتينيو. الجزء الخاص بالاوردز دي في حاله ان حضرتك حصلت على منح دراسيه، جوائز علميه، اي مسابقات انت كنت داخل فيها وحصلت فيها على جوائز، لو في حاجه انت شايفها بالنسبه لك ان هي ما تستاهلش ان هي تتكتب في الابلكيشن، اكتبها. هي من وجهة نظرك انت ما تستاهلش، ولكن بالنسبة للابليكيشن الخاص بالمنحة لا، هي هتفرق معاك. تمام. بعد كده تضغط على كونتينيو، تيجي في الجزء الخاص بالتست سكورز. خلي بالك هنا خلاصة الاربع او الخمس نقاط الموجودين هنا قدامك. تمام. انا هقول لك الخلاصة علشان ما نطولش الفيديو اكتر من اللازم، ولكن الكلام موجود قدامك باللغة الانجليزية واقراه. هنا حضرتك لو معاك شهادة اجادة لغة بترفقها، لو مش معاك شهادة اجادة لغة والبرنامج مش طالب منك شهادة إجادة لغة، مفيش أي مشكلة. طيب لو أنت مش معاك شهادة إجادة لغة إنجليزية بس البرنامج طالب منك شهادة إجادة لغة، وأنت مش معاك دلوقتي وعايز تقدم على المنح، بتقدر تقدم، مفيش مشكلة إطلاقا. بعد كده لازم تحصل على شهادة إجادة اللغة وبتبدأ ترفقها له في الأبليكيشن حتى بعد ما تعمل سبميت. الكلام اللي أنا بقوله لك ده الخلاصة بتاعت الخمس نقاط المكتوبين هنا، حضرتك اقراهم وترجمهم وافهمهم بنفسك. انا قلت لك الخلاصه بتاعتهم. تمام. وبرضو ركز معايا في نقطه مهمه، لو كانت الدراسه السابقه بتاعتك باللغه الانجليزيه انت ممكن تقدم له شهاده تدل ان الدراسه السابقه بتاعتك باللغه الانجليزيه، حتى لو هو مش طالب منك شهاده اجاده لغه انجليزيه، ولكن هتفرق معاك في الابلكيشن بتاعك. تمام. بعد كده هنا طبعا كل المعلومات دي انت بتضغط على اد تيست لو انت معاك شهاده لغه وعايز ترفقها، لو مش معاك خلاص. تمام. تضغط على كونتينيو، تيجي في الجزء الخاص بالريزومي، في الجزء ده بكل بساطه بترفق له السيره الذاتيه بتاعتك. تمام. بصيغه بي دي اف. بعد كده كونتينيو، الجزء الخاص بالريكومنديشنز، في الجزء ده بكل بساطه بتضغط على اد ريكومندر، وبتيجي هنا معايا بتبدا حضرتك تدخله بيانات لشخصين هما هيكتبوا لك خطابات توصيه. بعد ما تخلص الابلكيشن وتعمل سبميت بتوصل لهم رساله من المنحه بتقول لهم ان الطالب فلان قدم على المنحه بتاعتنا وادخل بياناتكم كاشخاص هيكتبوا له خطابات توصيه، وهم بيبداوا يكتبوا خطابات التوصيه دي. بعد كده طبعا ما تنساش ان انت تضغط على سند تو ريكومند. بعد كده بالنسبه للجزء الخاص بالشورت انسرز اند ايسي. تمام. انت حضرتك هنا بكل بساطه بيجي بيكون طالب منك شويه اسئله انت هتبدا تجاوب عليهم، ده الجزء الخاص بالمقاله. تمام. يعني هنا بيجي بيقول لك ازاي حصولك على منحه نايت هنسي هتفرق معاك في الاكسبيرينس بتاعتك، ازاي المنحه دي هتعدك للمستقبل، ازاي المنحه دي هتخليك جاهز للحاجات اللي انت عندك نيه ان انت تعملها في المستقبل. هنا بيقول لك هتكتب له فيما لا يزيد عن 250 كلمه. تمام. حاجه هنا بيقول لك اكتب له عن please tell us when you made someone proud of you، يعني خليت شخص فخور بيك. تمام. ايه الموقف اللي حصل هنا؟ مثلا بيقول لك اكتب له حاجه كانت بالنسبه لك تحدي، فانت هنا بتكتب له الحاجه دي. بعد كده بتيجي هنا معايا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكتب له ثمن حقائق عن نفسك، فانت بتبدا تكتب له ثمن حقائق عنك. تمام. بعد كده هنا حضرتك بتيجي معايا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ازاي الحياه اثرت في تكوين الشخصيه بتاعتك، بتبدا تكتب له فيما لا يزيد عن 600 كلمه. بعد ما بتكتب كل المقالات دي تضغط على كونتينيو. بعد كده بتيجي معايا في الجزء الخاص بالاديشنال باك جراوند، في الجزء ده بتيجي هنا معايا بيقول لك هل انت قدمت قبل كده على منحه نايت هانس؟ لو انت قدمت تختار يس، لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيجي بيسالك شويه اسئله، هل انت انفصلت من الجامعه قبل كده؟ ارتكبت اي جرائم؟ كل الاسئله دي بتختلف من شخص للتاني في الاجابه بتاعتها، فانت على كل اللي عليك انك بتقرا السؤال وتختار يس اور نو على حسب الحاجه اللي بتنطبق عليك. تمام. بعد كده هنا حضرتك بتيجي معايا بيقول لك جاست فور اور ريكوردز، يعني ده بمثابه زي ايه؟ سيرفي بالنسبه لهم، يعرفوا انت ازاي عرفت عن المنحه بتاعتهم. يعني انت بتيجي هنا بتقول لهم عرفت مثلا من جوجل، تويتر، انستجرام، اي حاجه انت عايز تختارها بتبدا تختارها. بعد كده كونتينيو. تيجي بعد كده في الجزء الخاص بالسيجنتشر، في الجزء ده انت كل اللي عليك ان انت بتضغط هنا تبدا تكتب التوقيع بتاعك، يعني بتبدا تكتب اسمك بكل بساطه زي ما انا كاتب كده بالظبط. تمام. بعد كده بتضغط على كونفيرم، بتيجي في الجزء الخاص بالريفيو، في الجزء ده انت طبعا بتكون مليت كل الاجزاء اللي انا عندي باللون الاحمر دي عشان انا ما عملتهاش، انت بتكون مليتها. لو سمحت، لو سمحت لمصلحتك الشخصيه تعال على نفسك وراجع وركز في البيانات اللي انت كتبتها علشان ما تجيش تكتب في الكومنتات يا ماريو ده انا غلطت في كذا، اعدل الموضوع ده ازاي. وساعات بيكون ما ينفعش التعديل، بنسبة 99% من المنح التعديل مش بينفع. تمام. خلي بالك انا قلت لك في الابليكيشن بتاع المنحة دي انت ينفع ترفق له شهادة اللغة بعد ما الابليكيشن تعمله سبميت في حاله ان انت مش معاك، ما قلتلكش ينفع تعدل في الابليكيشن برضه عشان الكلام يكون واضح ووضحت كل حاجه انا قلتها مره واتنين. تمام. فانت ركز، وبعد ما تخلص بتضغط على سبميت.
انت كده قدمت على الابليكيشن الخاص بالمنحة، لكن انت لازم ترجع تقدم على الابليكيشن الخاص بالجامعة. لو مهتمين اكتبوا لي كده في الكومنتات، وان شاء الله تحت امركم نشرح طريقة التقديم على الجامعة. اتمنى لكم التوفيق. لو الفيديو مفيد بالنسبة لك ادعم تعبنا بلايك، لو لسه مشتركتش في القناة تشترك. اتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا.